آخر الإشارات المرسلة من القلمون السورية باتجاه الحكومة اللبنانية لم تكن إيجابية، إذ عزت مصادر سوريا من جبهة النصرة أمر توقف المفاوضات هذه المرة إلى الاضطرابات التي تشوب أخذ القرار في لبنان، على حد تعبير الناطق الرسمي باسم الجبهة أبي حيدرة الدمشقي. وفيما أشارت المعلومات أن لواء عباس إبراهيم ينتظر اتصالا من تركيا من أجل إنجاز ترتيبات المرحلة الأخيرة، كشف مصدر إعلامي في القلمون للأم تي في أن جبهة النصرة تلقت اتصالا من الأتراك والقطريين أفادوا فيه أن إبراهيم نفسه أبلغهم وقف التفاوض آنية. وعلى صعيد آخر، فقد تداولت مواقع والصحف خبر وفاة مصطفى بحلق بعد اعتقاله من الجيش، معتبرة أنه الوسيط السري بين تنظيم الدولة الإسلامية والحكومة اللبنانية، وهو أمر نفته مصادر قريبة من التنظيم، متسائلة كيف يمكن للحكومة اللبنانية أن تعتقل من كلفته وسيطا مفاوضا. وما علمته الأم تي في أن بحلق كان يوصف من أهل المخطوفين ومن تنظيم الدولة بفاعل الخير الذي يضع ذوي المخطوفين آخر الأجواء التي يعيشون فيها، وقد سعى إلى تسمية الشيخ وسام المصري وسيطا لدى التنظيم، إضافة إلى تواصل بحلق الدائم مع أحد قيادي التنظيم أبي جعفر الذي يتولى مسؤولية ملف العسكريين. وفي نشاط أهالي العسكريين زيارة لوزير الاتصالات بطرس حرب. المفاوضات لا منا واقفة، يمكن شوي تجمدت بس لا منيحة كتير، وإن شاء الله بإذن الله رح يكون في أخبار جيدة بوقت ما يكونش بعيد. هذا وينتظر الأهالي الجواب الرسمي من الحكومة على موضوع وقف التفاوض.